يعارض أهل محافظة نينوى عودة عوائل تنظيم داعش الموجودين في مخيم الهول شرق سوريا، وذلك بعد إعلان الحكومة العراقية نيتها نقل 100 عائلة كأول دفعة. وأشار أهل نينوى إلى أن عودة أهل التنظيم يشكل خطرا على سكان المدينة، وخاصة أن أفراد هذه العوائل ظهروا بفيديوهات سابقة يهددون أهل المدينة بالقتل. بصراحة موضوع نقل نازحين مخيم الهول السوري لمخيم الجدعة الواقع جنوب مدينة الموصل هو أمر مخزي جدا، وأمر سيكلف محافظة نينوى مضارا جمة، منها مضارا أمنية ومضارا مجتمعية، وعبارة عن تخبط في الآراء والقرارات. العتب، كل العتب على محافظة نينوى بمحافظها وحكومتها وممثليها السياسيين في الحكومة العراقية. الأيزيدية أكثر الطبقات المتضررة في المجتمع الموصلي والنينوائي بصورة عامة، عانوا ما عانوا فيه خلال فترة احتلال داعش للمدينة، نساء انقتلت ورجال انقتلت وأطفال انقتلوا، ونساء كثير انسبوا يعني بعمر الورود 14 سنة أكثر أقل انسبوا. وهسه نتفاجأ انه الحكومة المركزية تريد ترجع عوائل داعش من مخيم الهول اللي بسوريا الى مخيم الجدعة في الموصل. نحن اهالي محافظة نينوى نرفض رفض تام بعودة عوائل داعش الى محافظة نينوى، لان اذا رجعوا عوائل داعش الى محافظة نينوى راح يصير كارثة كبرى، اللي هي راح ترجع الاغتيالات وراح ترجع الخلايا النائمة الى محافظة نينوى. وبنفس الوقت احنا منطين شهداء، يعني انا اذا راح يرجع لي ابن داعشي او اخو داعشي انا ما راح اسكت، انا راح اخذ بثاري، الله ياخذ بثاره، الله ياخذ بثاره. ضجه كبرى في محافظه نينوى بخصوص هذا الموضوع، يعني هم عوائلهم لحد الان لابسات الخمار واطفالهم يقولون احنا اذا راح نرجع راح نقتل وراح ننتقم من محافظه نينوى خصوصا. احنا نرفض بهذا الشيء ونرفض الحكومه بعودتهم الى محافظه نينوى.